بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه أستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لازلنا مع سلسلة المواضيع المختارة كاختبارات للفصل الثاني بالنسبة للسنة الأولى من تعليم المتوسط، ومع هذا النموذج المقترح في هذه الوضعية الأولى المكبرة. يقول: تعتبر الخلائط التالية، أو نعتبر الخلائط التالية: ماء عكر، هواء، ماء وزيت، حليب، ماء وكحول، وماء البحر. عرف الخليط المتجانس. إذن قلنا في الخليط المتجانس هو الجسم الذي لا يمكن أن نميز مكوناته بالعين العين المجردة. ومفهوم الخليط هو كل جسم يتكون من أكثر من عنصرين مختلفين. ب: صنف الخلائط السابقة إلى متجانسة أو غير متجانسة. نبدأ بالخلائط المتجانسة. الهواء هو جسم خليط متجانس يتكون من مجموعة من الغازات لا يمكن أن نميزها عن بعضها بالعين المجردة. الماء العكر، هنا ننتبه، الماء العكر إذا كان في حالة حركة، إذا كان في حالة حركة قد يكون متجانسا، يعني لا تستطيع أن تميز بين مكوناته، لكن إذا كان راكدا وهادئا ومستقرا فإنك تستطيع أن تميز العناصر التي تترسب في الأسفل ويبقى الماء مع العناصر الخفيفة في الأعلى. ثم العنصر الثالث، الحليب. الحليب هو كذلك خليط متجانس لا نستطيع أن نميز بين مكوناته. الماء والكحول كذلك لا نستطيع أن نميز بين المكونات، وماء البحر كذلك لا نستطيع أن نميز مكوناتها. الخلائط غير المتجانسة، لدينا الماء والزيت، هي خلائط غير متجانسة لا يمتزجان. قال: نحرك بشدة خليط الماء والزيت، ماذا نلاحظ بعد السكون؟ هل السائلان قابلان للامتزاج؟ إذن فالزيت يطفو فوق الماء بعد السكون، بعد هدوء الحركة، وبالتالي فهما غير قابلان للامتزاج. الزيت والماء غير قابلين للامتزاج. ثم الوضعية الثانية، يقول: يحتوي بيشر على 150 سنتيمتر مكعب من الماء، نضع فيه ممحات ذات شكل متوازي مستطيلات أبعادها 5 سنتيم، 2 سنتيم، 1 سنتيم، أحسب حجم الممحات. إذن بما أن حجم القطعة عبارة عن مجسم ذو شكل متوازي مستطيلات، فإن حجمها V يساوي A في B في C، يعني الحجم يساوي الطول في العرض في الارتفاع. نطبق: V يساوي 5 في 2 في 1، حجم الممحات يساوي 10 سنتيمتر مكعب. 10 سنتيمتر مكعب، هنا نكتب التكعيب فوق السنتيمتر، سنتيمتر مكعب. إلى أي درجة يرتفع السطح الحر للماء في البيشر؟ نحن وضعنا في البيشر 150 سنتيمتر مكعب، حينما نضيف له ممحات حجمها 10 سنتيمتر مكعب، لا شك أنك عرفت بأنه سيرتفع ب من 150 زائد 10، أي تصير القراءة 160 سنتيمتر مكعب. إذن يرتفع التدريجة 160. في المطلب الثالث، يقول: ألخلنا في ماء البيشر جسما ثانيا مجهول الحجم، بطبيعة الحال غير قابل للذوبان، فارتفع السطح الحر للماء إلى التدريجة 200، أي من 160 إلى 200 سنتيمتر مكعب. ما هو حجم الجسم الثاني؟ إذن هنا نطبق: حجم الجسم الثاني يساوي القراءة الثانية ناقص القراءة الأولى، يعني 200 ناقص 160، ونجد حجم الجسم الثاني يساوي 40 سنتيمتر مكعب. نمر إلى الجزء الثاني والوضعية الإدماجية. يقول: دخل أسامة المختبر أو المخبر فشاهد قارورة زجاجية بها سائلين لا يمتزجان، أحدهما يطفو على الآخر، ولمعرفة سبب الأجسام الطافية قام بالقياسات التالية. السائل الأول قاس كتلته فوجدها 40 غرام، أما حجمه فوجده 50 ميلي لتر. السائل الثاني قاس كتلته فوجدها 50 غرام، أما حجمه فوجده 50 ميلي لتر. يقول: ساعد أسامة على التمييز بين السائلين. إذن وحدة وجد الكتلة الحجمية للسائل الأول تساوي 0.8 غرام على السنتيمتر مكعب. كيف؟ يعني بعدما قاس كتلة السائل الأول وقاس حجمه، قام بقسمة كتلة السائل على حجمه 40 على 50، وجد الناتج يساوي 0.8 غرام على السنتيمتر مكعب.
وبنفس العملية وجد الكتلة الحجمية للسائل الثاني وليس الأول هنا، السائل الثاني، فوجدها تساوي 1 غرام على سنتيمتر مكعب. إذن يقول إذا علمت أن الكتلة الحجمية للزيت هي 0.8 غرام على سنتيمتر مكعب أو المليلتر، وأن الكتلة الحجمية للماء هي 1 غرام على المليلتر أو سنتيمتر مكعب، حدد اسم كل من السائل الأول والسائل الثاني. إذن فالسائل الأول هو الزيت لأن كتلته الحجمية تساوي 0.8، بينما السائل الثاني هو الماء لأن كتلته الحجمية تساوي 1 غرام على سنتيمتر مكعب. فسر لأبيك لماذا يطفو الزيت فوق الماء. إذن فالزيت يطفو فوق الماء لأن كتلته الحجمية أقل من الكتلة الحجمية للماء، وبما أنه غير قابل للامتزاج معه فهو يطفو فوقه لأن كثافته أقل من الواحد، يعني أقل من كثافة أو الكتلة الحجمية للماء. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. في الأخير أسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا، كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم مما قدمناه لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.